أكثر من 400 ألف متطوع من جنسيات مختلفة، جيش ضخم في الحقيقة، لكن دخوله إلى المواجهة له الكثير من المخاطر. هؤلاء ساعدوا في معركة كييف الرقمية، تنوعت هجماتهم من جمع المعلومات الاستخباراتية وصولاً إلى استهداف المدنيين الروس، وعلى عكس النزاعات التقليدية بما في ذلك الحرب الإلكترونية، حيث يوجد نظام قيادة وتحكم أو أي سلطة قيادية يمكن للقراصنة الإلكترونيين شن هجمات ضد الأهداف الخاطئة في روسيا بدون مراجعة أو جهة أو تقدير التداعيات المحتملة. المدير التنفيذي السابق للجنة سولاريوم للفضاء السبراني التي أنشأها الكونغرس في 2019 وباتت غير حكومية، اعتبر أن القراصنة الأمريكيين يشكلون خطراً أكبر من المقاتلين الأمريكيين الذين قرروا حمل السلاح في أوكرانيا، مشبهاً الأمر بقيام شخص ما في أوروبا أو الولايات المتحدة بإطلاق صاروخ نحو موسكو لمساعدة الأوكرانيين. فإذا قررت موسكو الرد، لن تستهدف قراصنة منتشرين حول العالم، ستشن هجوماً إلكترونياً غير مسبوق ضد أوكرانيا أو ضد محل إقامة المخترق أو حتى دولته. نقطة جدلية أخرى حول المخترقين المتطوعين قانونياً، لا يوجد ما يلزمهم بالقوانين الدولية مثل تلك التي تحظر الاختراقات الإلكترونية لمصالح المواطنين. يشكل المواطنون الروس الآن ما يقرب من 5 ضحايا الهجمات الإلكترونية العالمية منذ نهاية فبراير 2022. حتى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من المتعاطفين مع أوكرانيا حول العالم ينتهكون قوانين دولية ويعرضون أسرى الحرب الأوكرانيين للخطر عند نشرهم لقطات لأسرى الحرب الروس، فضلاً عن أنهم ينتهكون اتفاقيات جنيف التي تنص على أنه يجب حماية أسرى الحرب ضد الإهانات وفضول الجمهور.